That's my Lord, Allah, the creator of us all. الحمد لله الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن الحمد لله لا معقب لحكمه ولا معبود سواه، نحمده ونستعين به ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله تعالى، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك سيدي وحبيبي وشفيعي يا رسول الله يا أبا القاسم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيلك حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فأدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، وادع الإله بها تجده دوما يستجيب. إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا، فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بكرة وأصيلا. قال الشاعر في مدح المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: يا من لشربة حوضه نشتاق، ولمدحه تتسابق العشاق. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح نجم في السماء براق. يا من بمولده الشموس تبسمت، وتزينت للمبعث الآفاق. الوجه بدر والسماحة خلقه، وحديثه القرآن والأخلاق. أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات العزيزات، أوصيكم ونفسي المذنبة باكتساب تقوى الله عز وجل في شهرنا هذا، شهر الصيام والقيام والقرآن، امتثالا وانقيادا بأمر الواحد الديان الذي بيّن في كتابه الفرقان عندما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن لكل أمر إلهي حكمة بالغة وأهداف سامية، فمن أهداف الصلاة مثلا التخلي عن الفحشاء والمنكر. إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن أهداف الزكاة تطهير الأموال وتنميتها. يقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن أهداف الصيام نيل نعمة التقوى. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فإذا لم نستطع أن نحسن علاقتنا مع ربنا في هذا الشهر، فكأننا لم ننتفع شيئا من رسائل رمضان المبارك. لأن من أهداف ومن أهم أهداف الصيام نيل التقوى والتحسين العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى. أعزائي المصلين، إن كل شيء يحتاج إلى إعادة التنشيط، ويحتاج إلى التحديث والتجديد.
كتحديث أجهزة الإلكترونية وإعادة تنشيط الأجسام من خلال النوم مثلا. وكذلك إيمان المسلم أحوج ما يكون إلى التحديث والتجديد، وذلك لأن إيماننا في تغير وتقلب دائم كتقلب درجة الحرارة في هذه البلاد. ومن أسباب ضعف الإيمان وموت الإيمان في هذا الزمان هي كثرة اللهو واللعب وفتنة شبكات الدنيا، فتنة شبكات هذه الدنيا وظهور الفساد في البر والبحر. ونستطيع أن نقول موسم رمضان من أهم المواسم لتجديد إيماننا وتقوية إيماننا، حيث أن شهرنا هذا شهر عظيم، فرصة مباركة وموسم كريم، شهر تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات وتفتح فيه أبواب الجنات وتقفل فيه أبواب النيران وتقبل فيه التوبة إلى الله من ذوي الآثام والسيئات، وكذلك تحبس فيه الشياطين الأعداء المسلم الكبيرة، تحبس وتسلسل في هذا الشهر الشياطين. يعتبر شهر رمضان المبارك شهر عرض الخاص من الله تبارك وتعالى للمؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك كل ليلة. وبخصوص تجديد الإيمان أحبتي في الله في القلوب والنفوس، نصوص ذكرت في الكتاب والسنة المطهرة. فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. والله تبارك وتعالى يحث المؤمنين على تجديد الإيمان عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكذلك روى الحاكم والطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، أي يكاد أن يبلى في جوف أحدكم، كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وكذلك روى الأحمد والحاكم بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم، جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، أكثروا من قول لا إله إلا الله. أحبتي في الله، فتجديد الإيمان من أمور ضرورية حتمة. آباؤنا وأجدادنا في هذه البلاد كانوا يشتكون من عدم تواجد بيئة وجو رمضاني وجو إسلامي في بريطانيا وفي عواصم أوروبية قبل سنوات قليلة، ولكن ولله الحمد والمنة تغيرت الظروف وتحسنت الأحوال تحسنا بالغا في عاصمة لندن وفي جميع مدن بريطانيا ولله الحمد والمنة. نحن نرى كثرة المساجد والمراكز الإسلامية، وعددها حوالي 450 مسجد في عاصمة لندن فقط تقريبا، وازداد عدد المسلمين في جميع أنحاء البلاد، وشاع اعتناق غير المسلمين إلى دين الإسلام شائعا ملحوظا حتى أصبح الاعتناق أمرا يوميا. وإذا وصل أحد إلى مركزنا الثقافي الإسلامي هنا خاصة في أيام الجمعة وفي ليالي رمضان لا يشعر بأنه في بلاد الأقلية المسلمة، بل يحس بأنه في بلد إسلامي. كم من الناس أتوا جاءوا من بلدان إسلامية، وعندما وصلوا إلى المركز قالوا: وكأننا في دولة إسلامية، فيحسون بأنهم في بلد إسلامي. كثرت الأحجبة والجلاليب وفتحت المحلات في كل منطقة
لبيع مأكولات ومشروبات حلال، وكل هذه الأمور وكل هذه الأشياء خير دليل أو تدل دلالة واضحة على أن عقيدة المسلم عقيدة صحيحة، أن عقيدة المسلم عقيدة صحيحة لا غبار فيها. فهيا بنا نجدد إيماننا ونعتز بديننا ونفتخر بإسلامنا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله عسى أن يستجيب دعاكم.